but be careful. These can be lethal to the smaller critters. Well, if that's everything for now. So, a rare beaver has emerged, which I'd very much like you to track. Well, the murderers are out in force again. There have been rumors in Manhorn about some men coming in to hunt a rare beaver that Gus McMillan has put up a bounty for. Another pelt he'll probably just turn into a pair of gloves and sell for an obscene amount of money. Ugh! That man's greed! But anyway, it does sound like a spectacular creature. A night beaver, beautiful, jet black, a perfect specimen for my studies. Apparently, these men will be arriving by train into Annisburg. Maybe if you follow them, you can get to this poor beaver before they do. So what's this tip you and the boss got a hold of? طبعاً هذول المقدمة يعني. نحتاج نبحث في المنطقة زين. ما راضي ينام الذيب هذا. خليك. اي خلاص. ما سمعت صوت النغمة هذيك. يلا ناخذ منه عينه. قال قاعد يتغذى من القندس. اوكي هذا شيء ثاني بعد. القندس ينشر الخشب نشر. معروف يجمع الخشب يعمل سدود. اوكي الحين نروح على الريح. Thank you.
الله اوكي شباب اوكي محلوله محلوله معها القبله محلوله ايوه البندقيه تعالي سب انا كده اريد اخليك تروح اوكي الحين لازم نروح النقطة الصفراء اوكي يا الله وين عاد هذا اللي قندري رجعنا واحد دب خلينا نستفيد منه في الوقت
وين هذا مختبي؟ لا بعد غوص هذا ليجندري ليجندري وانا ما راح اخليه بعد وين اختفى ترى نام 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 عصفورين بحجر ايوه عصفورين بحجر اعتقد هذا الليجندري يا اخي لا طلع عادي يلا مو مشكله استفدنا منه بس يشبه الليجندري يا اخي من هذا النوع المهم خلونا نروح حق القندس خلينا هناك 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 ايه هذا 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 نرويك القندس ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة خلاص نام